خلال 5 سنين كده بقى مصطفى جمال بقى منتشر وموجود ومؤثر وحواليه محبين ومريدين. ازاي جت النقلة دي؟ يعني انت مين اصلا؟ حاصل على ايه؟ عندك كام سنة؟ وايه اللي دخلك المديح؟ وازاي عملت الشهرة دي؟ في البداية والله يعني انا الحمد لله اتربيت في بيئة يعني تتسم وتتصف بالروحانيات والأذكار والأوراد، لأني والدي الشيخ جمال موسى شيخ الطريقة البيومية عن محافظة أسيوط، فهو أخذ الطريقة عن جدي الشيخ موسى عبد الحافظ. فلما ربنا أراد نعمة المديح تظهر من داخلي وكده، كان والدي دايما باستمرار في البيت عندنا او في المكان كده اسمه ساحة او الخلوة. الخلوة بتاعت الطريقة. بتاعت الطريقة. دي بنجتمع فيها بعد صلاة العشاء. بنقرأ فيها الاوراد والاذكار ونصلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. واني بمدح الحبيب سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم احرصنا بعينك التي لا تنام، وارحمنا بكلمك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك انك على كل شيء قدير. الزم البابا لحبيب عمري أنواره تتلال. طب انت بتعيش حياتك زي يعني ما بتلعبش كورة ما بتروحش نادي ما فيش أنشطة تانية مختلفة؟ لا، هو من حسن حظي الحمد لله والدي وظيفته الأساسية مدرب تنس. الله. تنس أرضي برضو خدها عن جدي الشيخ موسى، كان مدرب يعني تنس. جدي الشيخ موسى كان مدرب تنس، مدرب تنس وشيخ طريقة في نادي أسيوط الرياضي. وإحنا لما طلعنا بيجينا نروح مع أهل النادي وتعلمنا لعبة التنس. إزاي بقيت مداح برضو؟ كان والدي ربنا يبارك لي فيه يا رب، كان المصروف في اليوم اللي الأب بيديه لأولاده أيام الربع جنيه والجنيه أو 50 قرش في كده. أنا كنت بحوش 50 على 50 علشان أكمل 8 شريط، فكنت أسمع الشريط وأمسك الورقة والكراسة وأقعد أكتب القصيدة من لسان الشيخ. كان والدي مغرم بمولانا عم الشيخ أحمد التوني رحمة الله عليه، لحد لما ربنا أراد وبقيت أطلع أكتر في الإنشاد. ولا ده والدي مثلا مقتصر على الشيخ أحمد التوني، لا أنا عايز أسمع. فبدأت أجيب شرائط لعم الشيخ ياسين الطهاني، وبالنسبة لي يعتبر الشيخ الروحي عم الشيخ ياسين.